أنا الحقيقة النهاردة سعيد إن أنا بفتتح مهرجان الثقافي، وأهم ما يميز مهرجان هو إن إحنا بنشرك أولادنا في الأعمال الفنية والأعمال الثقافية، وده طبعاً بيثقلهم مهارات كثيرة. فإذاً أولادنا دايماً في عينينا، ونأمل إن هم يشرفونا داخل الجامعة وخارج الجامعة. قلب الوطن، السنه دي ان شاء الله عاملين فرعونيات معاصره. ورك شوب بتاع النحت، بنشتغل السنه دي على حجر خفاف، بنعمل تيمة فرعونيه بس بشكل معاصر شويه. السنه دي الموضوع عن حضاره فرعونيه وازاي هنشوفها بطريقه معاصره، وهو ده اللي احنا مركزين عليه بحيث ان احنا نطلع فكره جديده من حضارتنا. الأرجامي ده بيبقى فن بيعتمد على الورق بس، بجيب الورق واعمل منه حاجات زي المثلثات كده وبركبها مع بعض بحيث اعمل شكل معين. ورشة تصوير فوتوغرافي في الجامعة بيقدموا أعمال نقدر نقول إن هي بترقى لمستوى المقتنيات الفنية. جامعة المستقبل مش بتعمل ورشة عمل، لا، جامعة المستقبل بتخرج فنانين. بنحاول نعمل ميكس بين الكوميكس والصور الفوتوغرافية، إن شاء الله يا رب تعجبكم الحاجات اللي السنة دي بنشتغل في فرعونيات معاصرة، بنعمل عمل مركب تجهيز للفراغ في ملامح فرعونية من خلال مركب بتستعمل في بحيرة البرولوس من أيام الفراعنة. عملنا تصميمات فرعوني للغة الهيروغليفي مفرغة بحيث إن نقدر ندي إفكت للسطح الخشب إن هو يبان كأنه حجارة أو سطح حجري. الحياة العملية محتاجة معاها يبقى في تاتش فنية عشان تكتمل المهنة، لأن احنا مهنة فيها حرفة يعني. فطبعا أنا بشجع طلاب طب أسنان ييجوا يشاركوا في المهرجان.
انا هنا بشرف على الكورال. كورال الجامعه هنا يتكون من 40 فرد، 20 بنات و20 ولاد. بنقدم جميع انواع المزيكا، وهنا الجامعه ما بتبخلش، بتعمل حفلات الطلبه في دار الاوبرا المصريه. السنه دي من التجارب الجميله اللي عدت عليا في حياتي الحمد لله، وهم مستجيبين جدا، وان شاء الله اتمنى الحفله تعجب كل الناس اللي هتحضر، ويشوفوا بجد ان كل الطلبه في الـ FUE فخر للجامعه. حاجة مختلفة جدا في الجامعة، هي ورشة عن الرقص المعاصر، وهي فكرة تحويل العمل الأدبي المكتوب إلى عمل راقص أو أداء حركي من غير ما نقول ولا كلمة في العمل. إحنا مش بس بنخلق راقصين أو بيفورمرز، إحنا بنحاول نعمل كرييترز وناس بتفكر ومخرجين للنوعية دي من المسرح اللي بقت انترناشونال دلوقتي على مستوى العالم كله. أنا سعيدة جداً السنة دي بالمستوى اللي احنا وصلنا له بالطلبة من خلال النشاط الفني والثقافي. إن شاء الله نوعدكم السنة دي هتشوفوا حاجة مختلفة تماماً من خلال المهرجان، وأنا فخورة جداً إن أنا كنت طالبة في جامعة المستقبل ودلوقتي بشتغل فيه. طبعاً أنا مهما شكرت دكتور خالد عزاز، فشكري ده مش هيجي حاجة بالنسبة للدكتور خالد عمله علشاننا وعلشاني أنا شخصياً. والحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن أقدمها ان انا اقول شكرا، وان انا ارفع راس دكتور خالد في العرض اللي احنا هنقدمه النهارده، سواء كان في الكورال او كان في المسرح. مبسوطه جدا ان انا خدت الفرصه دي، وان انا وقفت على مسرح دار الاوبرا المصريه سنتين، وان شاء الله دي هتبقى الثالثه. ميرسي مستر خالد، ويا رب العرض يعجب حضرتك ان شاء الله. حاجة جميلة جدا ان اول سنة لي في الجامعة اكون في مسرحية الجامعة، اكون في نشاط بتاع الجامعة بتاع المسرح، وهنقدم عرض جميل باذن الله، وان شاء الله يعجب الجميع. فرصة عظيمة ليا قوي ان انا اول سنة وليا امثل واعمل اي حاجة، وكمان مع مخرج كبير زي مستر خالد جلال. وطبعا بشكر دكتور خالد العزازي اللي جامعتنا بتعمله لنا، مفيش اي جامعة تانية بتعمله. انا فاكر اول يوم دخلت مسرح الجامعة، ودلوقتي وانا بحاول ابدا كارير بره مسرح الجامعة، هفضل طول عمري فاكر أول يوم، لأن أنا بدأت من هنا، وهفضل طول عمري مدين للخشبة اللي أنا وقفت عليها في مسرح الجامعة. لعل في الأمر سوء، ليت الليل يقبل الآن، وحتى تلك الساعة استقر يا نفسي، فما من إثم إلا وسيبدو مهما احتجب. حجم المنتج اللي بيطلع من هنا ومنتج بشكل محترف جدا. الجامعه هنا بتتعامل مع الامر وكانه عرض محترف، ويمكن جايبه له اكبر مسرح موجود في مصر، وهو مسرح دار الاوبرا الخشبه، المسرح الكبير في دار الاوبرا المصريه.